مساء الخير استاذ ليس لك، ومساء الخير للكابتن مهند المحارمي، ومساء الخير لجميع الاخوه المشاهدين. نعم كابتن اسامه، اليوم عم بنتحدث عن الكابتن اسامه قاسم. قبل ايام تقريبا اسمك كان يتردد بقوه على رادار اداره النادي الفيصلي لتولي المهمه الفنيه للنادي الفيصلي. تشرح لنا كابتن بالضبط شو اللي صار، يعني وصلت الامور حتى اخر شيء بانه تم الاتفاق وبقي التوقيع فقط. طبعا في البداية بنبارك الكابتن عدنان عوض استلام مهمة تدريب النادي الفيصلي، ونتمنى إن شاء الله التوفيق والنجاح في مهمته، ونتمنى للنادي الفيصلي الكبير العريق إن شاء الله العودة إلى سكة الانتصارات والعودة إلى وضع الطبيعي في الدوري، ونتمنى للجماهير اللي يعني آزرتنا بالفترة الماضية وكانت اتصال معي بشكل مباشر، نتمنى لها إن شاء الله التوفيق، ونتمنى لها إن شاء الله تدعم فريقها في المباريات المتبقية في الدوري. نعم. في الحقيقة أنا كانت هناك اتصالات مباشرة معي من إدارة النادي الفيصلي، وجلسنا خلنا نقول سويا مع إدارة النادي الفيصلي، وتم الاتفاق خلنا نقول على تفاصيل كل شيء في تدريب مهمة النادي الفيصلي. يعني أنا بحكي التفاصيل من الألف للياء، يعني تم اتفقنا على الجهاز الفني، واتفقنا على الأمور المالية، يعني كل ما يلزم بأمور الفريق، وناقشنا أمور الفريق الفني في المرحلة القادمة. وكان يعني المفترض اني يعني استلم المهمه من قبل مباراه سحاب، من قبل اخر مبارتين هم الصريح والوحدات. نعم. لكن الكابتن راتب، انا ما كنت يعني اعرف انه كنت اعرف او اعلم ان الكابتن راتب كان يعني تعبان صحيا الله يشفيه ويقوم بالسلامه، لكني نعم. علمت بما نقوله انه الكابتن راتب عنده رغبه يستمر في المباراتين المتبقيات من مرحله الذهاب، وهذا ما حدثني فيه إدارة الفيصلي، وكنت أنا أتمنى كل التوفيق والنجاح للكابتن راتب بالذات في هذه المباريات، وحتى للأمانة بحكيها الآن قدام الجمهور كله، أتمنى لكم إن شاء الله بإذن الله ربنا يشفي الكابتن راتب ويقوم بالسلامة بإذن الله، وربنا قادر يا على رب. كل شيء يا رب. وكنت أتمنى يضل مع فريقه لنهاية الموسم. حلو. وأخبروني إدارة الفيصلي إنه كابتن أنت جلست معهم واتفقت على الجهاز التدريبي وكل شيء؟ اتفقنا على كل التفاصيل اللي بحكي لك استاذ ضيف من الالف للياء، يعني اتفقنا على الجهاز التدريبي بالاسماء ومين كانت الاسماء اللي معك كابتن اللي تم الاتفاق؟ حتى يعني في بنهايه جلستنا يعني كان هناك حضور الكابتن حسوني الشيخ اللي كان ممكن يكون متواجد في الجهاز الفني، يعني في الجلسه اللي كان جماعتنا مع اداره الفيصلي. بالعموم بعد يعني الاتفاق انه الكابتن راتب يتولى مهمه المباراتين، ابلغوني اداره الفيصلي انه الان الراتب له رغبه، واحنا يعني نعم. مع رغبته راح نكون معه في هذين المباراتين، وان شاء الله راح تكون يعني اتفاقنا نستمر يكون الاتفاق ما بعد اخر مباراتين الفيصلي اللي هم الصريح والوحدات، وهذا كان تم الاتفاق هذا ما قبل مباراه الوحدات. فانا يعني كنت انتظر انه ما بعد المباراه انه يكون هناك فينا تواصل ما بعد، يعني حكوا معك قبل مباراه الوحدات بايام وحكوا لك انه احنا على نفس يعني الحديث انه كان احنا مستمرين ان شاء الله بعد لعبتين اللي يقودهم راتب، وكنا احنا وياهم نتمنى التوفيق لراتب ان شاء الله في المباراتين يعني. لكن وكنت انتظر بعد لعبه الوحدات الاجراءات الرسميه اللي تصير، وانتظر اتصال من الفيصلي، لكن ما كان هناك اتصال. وانا يعني بجوز يعني بالعكس الجلسه مع اداره الفيصلي ومعهم كانت كل حب وكل ود احترام، وكانت يعني كنت متفائل خير في الحوار اللي صار وفي النقاشات اللي صارت انه يكون داعم كبير للفريق وانه نقدر نعمل شيء في المرحله القادمه. لكن انا انتظرت انه يكون في اتصال ما بعد اللقاء، ما كانش هناك اتصال منهم، كان بس على الاقل يعني كان المفترض على الاقل تلفون يعني مع الكابتن، انه يعني طبعا حق مشروع وحق اصيل وما حقوقهم، انه انا مثلا بدي اعدل عن اتفاق ووقف الاتفاق او يعني خلينا نقول تغيير المسار او توجهنا، وهذا حق لهم. وبالعكس انا من الان والله ببارك لهم من كل قلبي. نعم. طب كابتن انت نزلت عتبت قبل ساعتين اداره النادي الفيصلي عبر صفحتك على موقع الفيسبوك بعد العتاب اللي وجهته او البوست اللي كتبته، هل تلقيت اتصال بعدها من اداره النادي الفيصلي؟ لا ما صار اتصالات معهم نهائيا، ما صار اي اتصال من اداره الفيصلي بهذا الجانب، وانا ما بدي احكي يعني عتاب، انا مش يعني بالعكس انا كنت لهم كل الاحترام والتقدير، وبالعكس واحنا يعني انا بعرف الوضع اللي هم فيه وبتمنى لهم الخير والتوفيق، بس زي ما يعني الان احنا كمدربين وك نتعامل باحتراف، يعني مجرد صحيح. تلفون كان بسيط انه يا كابتن يعني خلص تغيير الفكره او كذا او نوقف الاتفاق صحيح. او نلغي الاتفاق ما يش، احنا متقبلين كمدربين، وانا بعرف بجوز كل المدربين الوطنيين. الو نعم كابتن معك.
كل المدربين كل المدربين الطويين عارفين اليوم هذا اليوم بكون في نادي، الاسبوع الثاني بكون في نادي اخر، اسبوع يعني هذا الحكي متوقعين، وهذا حق مشروع بالعكس. يعني ما في اي خلينا نقول اي غبن عندي ولا عند اي مدرب، انا بالعكس ودام الخيره في مختار الله، وبتمنى طبعا من كل قلبي التوفيق للكابتن عدنان والتوفيق للنادي الفيصلي. نعم. اللي اكن لهم الاحترام وعلاقتي فيهم بالعكس كل احترام ود، وما كان في هاي اساءات، لكن هو كان المفترض خلينا نقول عتب على العشم يعني، خلينا صحيح على الاقل تلفون بسيط بس صحيح، خصوصا انه كانت الاتصالات مكثفه معك في الفتره الاخيره ما قبل، لكن صحيح. الان يعني هو بجوز يقال او سمعت انه يعني انه ما كان هناك خلينا نقول شيء رسمي، هو الرسمي دائما يعتبر بالعقود صحيح، رسمي لما وقع العقد هذا يعتبر رسمي، لكن غير رسمي انا لما اتفق معك من الالف للياء في كل شيء، مين المدرب ومساعد المدرب والتفاصيل كلها، حتى المفاوضات ما كانت يعني صعبه، وكانت سهله مني ومنهم جدا يعني، فهمت كيف؟ لانه كان لنا هدف في هذا الحكي، انا بعرف بجوز صارت عندهم ظروف طارئه، بجوز انهم توجههم، بجوز اي فكر انا مقدره ومعاذرهم بكل شيء، بس لا. انا هو كان عتب عشم من باب الود والاحترام والعلاقه الطيبه اللي تربطنا يعني فيهم، انا لحد الان تربطني علاقه طيبه وجيده فيهم، يعني تلفون بسيط كابتن يعني انه تعذر ذلك لظروف معينه، مهما كان الحكي بالعكس انا متقبله بكل روح رياضيه، وانا يعني من خلالك من هون كمان، وبتمنى لهم التوفيق، وبتمنى حتى جمهور الفيصلي يوقف الان معهم ويوقف مع الفريق، ونتمنى لهم ان شاء الله يعني كل النجاح وكل التوفيق وكل الانتصارات. واحنا بنتمنى لك التوفيق كابتن اسامه المدرب الوطني القدير، كل الشكر لوجودك معنا عبر الهاتف في حصاد الرياضيه. اذا يعني نتمنى انه يكون يعني نادي كبير بحجم النادي الفيصل، ان تكون الامور والتعامل بطريقه فيها نوع من الاحترافيه مع مدربين وطنيين. حاولنا طبعا دائما نحن في حصاد الرياضيه نحاول دائما ان نضع المشاهد والمتابع بالصوره، لكن لا يوجد كان يعني اي او ما في كان رغبه بالحديث حاليا عن هذا الوضع. حاولنا ايضا بان يكون معنا عبر الهاتف او ضيف في حصاد الرياضيه الكابتن عدنان عوض، برضو كمان يعني رفض او ما بده يطلع يحكي في الفتره الحاليه، ما بنعرف كيف الامور. في النهايه هاي قناتهم، احنا بنتمنى التوفيق للجميع، لكن الامور يعني ممكن